الله محيي الجيش العربي السوري، وان شاء الله لراس السنه تفرج على تخلص الازمه ان شاء الله يا رب. هالسنه بتكون علينا خير، والله محيي الجيش، وان شاء الله تكون بسمه لهال أمل كله إن شاء الله يا رب. نحن فرحانين ومبسوطين بالنصر وتقدم الجيش بالمناطق الشرقية، ونحن دائما بندعم قيادة الرئيس والجيش العربي السوري بإذن الله منصورين. نحن طلاب جامعة حلب مسابرين على الدوام، ونحن عم نحضر والحمد لله نحن عايشين بحلب، وإن شاء الله يا رب النصر قريب، وإن شاء الله ألف مبروك على المناطق اللي حررت الجيش بشرق حلب، والجيش مستمر بإذن الله. الله ينصر الجيش العربي السوري ويحمي يا رب، وهيك ويحمي السيد الرئيس بشار الأسد ويحمينا يا رب، وهيك تخلص الأزمة على الحلب يا رب. الله ينصرنا ويرجعنا على بيوتنا بجاه النبي، ويحمي هالجيش ربي بجاه سيدنا محمد. الله ينصرنا أحسن شيء، بس ما يعني حاجتنا صرنا 4 سنين لنرجع، الأول بالأخير نرجع.